علاء، سميح الجلاد، جعفر مبروك الضو، عفه، عصام رجب، اشرف، طارق عبد الصمد. كل دي اسماء واشهرهم للثلاثي، ففي الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم شويه عنهم وهنعرف ليه دول اكتر ثلاثي مظلوم. هنبدا باحمد عيدي اللي كان في كليه زراعه بس ما كملش فيها ودخل معهد فنون مسرحيه، وبعد ما اتخرج من المعهد عافر ورا حلمه وبقى يظهر في افلام كتير علشان يتعرف، وفعلا بيتعرف جدا لما ظهر في فيلم حلق حوش اللي ايوه رغم انه دوره صغير جدا في الفيلم بس علم مع ناس كتيره. وبعد الفيلم ده بيشارك في مسرحيه الالاباندا اللي بيشوفوا فيها المخرج سعيد حامد وبيختاروا سنه 99 علشان يعمل دور نانا في فيلم همام في امستردام. وايوه ما ظهرش كتير في الفيلم بس علم مع الناس جدا، وده يمكن علشان الفيلم نجح واتشاف جدا وقتها. عاوز اقول لك ان الفيلم ده حقق 22 مليون جنيه، ده غير بقى لما نزل في التلفزيون واتشاف اكتر. عموما بعد الفيلم ده عيد تعرف جدا ولكن مش كبطل اساسي، وده اللي هيودينا للمخرج محمد امين اللي كان قاعد مع نفسه في اخر التسعينات وعاوز يعمل فيلم جديد، ولكن معظم الافكار اللي كانت بتجيله كانت سياسيه وما كانش في اي منتج هيجازف بحاجه شبه كده. افلام لها صفه سياسيه او اجتماعيه بحته يعني، طبعا اتلاش انتاج. بيروح يسال الشباب عن المشاكل اللي في حياتهم اليوميه، بيعرف المشاكل كلها بتتراكم حوالين مشاهده الافلام فبيقرر ان هو يكتب فيلم عن كده وهو كمان اللي هيخرجه، وبيروح بالسيناريو لعمنا سامي العدل وبيقول له ايه رايك لو جبنا هنيدي او علاء وعملنا الفيلم ده. طبعا بيقول له مش هينفع، وده لان هنيدي وعلاء كانوا نجوم صف اول والموضوع كان هيبقى صعب شويتين، ولكن عمه سامي بيقول له تعالى نجازف ونجيب وجوه جديده، وفعلا بيقترح عليه احمد عيد اللي كان لسه وجه جديد ومعروف بسبب فيلم همام في امستردام، ده غير احمد رزق اللي كان برضه عامل كذا مسلسل ومعروف شويه، واخيرا فتحي عبد الوهاب اللي كان معروف شويتين بسبب دوره في فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. المهم بقى بيصوروا الفيلم وبينزل في اول الالفينات بالظبط، الفيلم مش بيحقق اعلى ايرادات في السينما وهم كانوا عارفين كده كويس، بس الفيلم كان معمول وقتها علشان محمد امين عاوز يوصل رساله بيه وما كانش مهتم بحوار الفلوس والايرادات، اكيد كان مهتم بس مش اكتر من الرساله اللي هو عاوز يوصلها. عموما الفيلم لما نزل في التلفزيون نجح جدا ويعتبر من افضل الافلام المصريه بالنسبه لي. المهم بقى نرجع لاحمد عيد اللي بعد عم عمل الفيلم ده عمل لنا فيلم مع احمد السقا هينقله في حته تانية خالص، فيلم شورت وفانيلا وكاب لحد فيلم افريكان، وطبعا الفيلمين دول نجحوا وقتها جدا وعلشان كده عيد بيتعرف اكتر، وبيشارك مع هاني سلامه في فيلم ازاي البنات تحبك. في الفترة دي زي ما تقول كده فيلم ثقافي كان عدى عليه سنتين وتعرف اكتر، فبيرجع يعمل دويتو مع رزق في فيلم اوعى وشك، والفيلم بينجح على مستوى التلفزيون جدا، خلاص كده عيد يتعرف اكتر واكتر وبيتحب جدا، وده لان معظم شخصياته بتكون قريبه كده او حقيقيه، اللي هو كاركتر شخص بيشرب سجاير ومش شاغل باله بالدنيا خالص واللي يحصل يحصل، وبمعنى صح لازم كل شله فيها واحد زي احمد عيد. المهم بقى ان دي كانت فتره ذهبيه لاحمد عيد، وبسبب ان هو كان معروف جدا في الفتره دي المنتجين بيتحمسوا ان هم يشتغلوا معاه، وفعلا في 2004 بيعمل اول فيلم بطوله مطلقه ليه باسم ليلة سقوط بغداد، والفيلم ده قد يكون اجمد فيلم بالنسبه لي لاحمد عيد، ويا ريت ما تفهمنيش غلط بس فعلا حبيت الفكره، وتمثيل احمد عيد في الفيلم ده في حته تانية. المهم ان الفيلم ده زي ما احنا عارفين كان بيتكلم عن السياسه، وده لان احمد كان ماشي على منهج محمد امين وبيكون عاوز يوصل رساله من كل عمل مش مجرد كوميديا بس، ولكن الغير متوقع ان الفيلم لما بينزل ما بيحققش ايرادات كبيره قوي، بس الفيلم بيتشاف اكتر واكتر لما بينزل في التلفزيون. وبعد الفيلم ده احمد بيغيب اكتر من سنتين مش بيعمل اي حاجه، وده لان معظم افلامه القديمه كانت بدات تنتشر اكتر واكتر في التلفزيون، فبيرجع تاني في 2007 بتاني بطولة مطلقة ليه بفيلم خليك في حالك، واللي تقريبا كان عايز يعمل حاجة شبه فيلم ثقافي بس بتفشل معاه، والفيلم مش بيحقق غير مليون جنيه بس، اللي هو في الوقت ده حرفيا كان اقل نجم بيجيب ايرادات، وفي نفس السنة بيعمل فيلم انا مش معاهم. برضو بنلاحظ ان احمد بيتكلم عن مشكلة كبيرة لها علاقة بالشباب، حرفيا احمد كان متأثر بفيلم ثقافي، بس عموما الفيلم محققش غير 2 مليون، ولكن الفيلم جامد قوي ويستاهل اكتر من كده بكتير، وعلشان ما نسبقش الموضوع بس ده دليل من ضمن الدلائل اللي تثبت لك ان احمد عيد مظلوم. المهم احمد عيد ما بيستغربش من فشل الفيلم كايرادات، لان زي ما قلت لك هو ماشي على منهج محمد امين، فاهم حاجة عنده ان الفيلم يكون بيقدم رسالة، وبرضه اللي كان مصبره شوية ان الافلام دي كانت بتتشاف على مستوى التلفزيون وده غرضه من الاول. وفي 2008 بيعمل لنا فيلم رامي الاعتصامي، ولكن الفيلم كان طاغي عليه الدراما اكتر من الكوميديا، وده غير بقى ان هو كان سياسي شوية، فالناس هنا بدأت تشك في احمد وان هو قصد يختار الاعمال السياسية او الاعمال دي عموما، علشان كده الفيلم مش بيحقق ايرادات كبيرة بس برضه بيتشاف اكتر لما بينزل في التلفزيون. المهم بعد الفيلم ده احمد بيخوض لاول مرة دراما بمسلسل ازمة سكر، واحد من المسلسلات اللي الجو واللون بتاعها في ريحة حلوة كده، ده غير بقى القصة المسلية اللي انت عاوز تعرف ايه نهايتها، واصلا فكره الغني عموما بتجيب مع الشعب جدا، واحمد عيد عمل لنا شخصيه سكر بطريقه ولا اروع من ذلك، وطبعا المسلسل ده نجح جدا ويعتبر انجح مسلسل ليه. المهم بقى في الفتره بتاعت المسلسل ده كان احمد بقاله 4 سنين غايب عن السينما، وده من الصدمه اللي اخدها من اخر فيلم ليه، او علشان ما نظلمش الراجل ممكن فعلا كان بيختار ورق معين او اللي فيه قصه حلوه وفيها رساله، وفعلا عيد بيلاقي الورق بعد 5 سنين وبيعمل لنا فيلم حظ سعيد، ولكن فعلا كان حظ سعيد بالمره والفيلم بيفشل على مستوى الايرادات، وده لانه بيحقق 2 مليون جنيه بس، ولو لاحظت هتلاقي ان
انها نفس ايرادات افلامه القديمه، وده لو يدل على شيء فيدل ان عيد ليه جمهور معين حبه جدا او حابب المواضيع اللي بيقدمها، بدايه من ليله سقوط بغداد لحد حظ سعيد. معظم المواضيع دي كانت جريئه وفي منها السياسيه، ففي ناس كانت حابه الموضوع ده وفكره البلاك كوميدي عموما. نرجع بقى لاحمد اللي عمل تاني اعماله الدراميه سنه 2013 باسم الف سلامه. المسلسل بينجح على المدى البعيد شويه بس مش نفس نجاح ازمه سكر، لكن تخيل ان هو عجبنا اكتر من ازمه سكر، وده مش معناه ان انا بقلل من ازمه سكر لا خالص، بس فعلا انا مستغرب ان الف سلامه ما نجحش زي ازمه سكر، او مستغرب اكتر ان الف سلامه ما عجبش احمد عيد نفسه وقال ان ده مش افضل اعماله. بس بالنسبه لي كان جامد جدا وعجبني قوي. وبعد المسلسل ده بيشارك مع الزعيم في مسلسل صاحب السعاده، كان قايم بدور حسن، والشخصيه دي طلع منها شويه كوميديا رهيبه جدا. بس بعد المسلسل ده بيقف ومش بيعمل اي حاجه لمده 3 سنين، والناس بتستغرب وبتقول هو راح فين. بنكتشف ان المخرجين والمنتجين ما بقوش حابين يشتغلوا معاه، لان في الوقت ده هو مش نمبر 1 في الايرادات او حتى نمبر 2، ده قد يكون اخر نجم بيجيب ايرادات زي ما قلت لك. بس احمد بيطلع ويقول ان اخر حاجه تفرق معاه هي الايرادات، وهو واخد طابع محمد امين وعاوز يقدم رساله من خلال العمل اللي هو بيختاره، فعلشان كده كان بيختار الاعمال بعنايه وان هو ما يعملش اي عمل عشان يكون متواجد وخلاص. بس في الفتره دي كان شغال على فيلم ياباني اصلي وراح بيه المنتجين كتير قوي، بس زي ما قلت لك كان في منتجين مش عاوزين يجازفوا معاه فبيرفضوا، ولكن بيوقع في ايد شركه بتقول له قشطه احنا هنعمل لك الفيلم ده، وفعلا بيعملوا الفيلم وبينزل سنه 2017 وبيحقق 7 مليون جنيه. طبعا احمد فرح جدا لان اول مره يجيب الرقم ده. بيستمر احمد وبينزل بعدها على طول بفيلم خلاويص، ولكن الفيلم بيحقق 1 مليون جنيه بس، اللي هو الرقم ده كان قليل قوي على ايرادات فيلم في 2018. وعلشان تستوعب حجم الفشل، ففي نفس السنه كان فيلم زي حرب كرموز محقق 57 مليون جنيه. فانا مش هتكلم، اظن وصل لك الفرق. المهم احمد تقريبا بيزعل وبيغيب للمره الثالثه عن الاعمال لمده 5 سنين، وخلال الفتره دي كان احمد عيد اتنسي جدا، بس ما ننكرش ان هو عرف ايه مشكلته وحاول يصلحها، وده لما رجع لنا في 2023 بمسلسل عمله نادره مع الفنانه نيلي كريم، وعمل لنا دور تاني ولا اروع من ذلك. واخيرا السنه دي عمل دور عمره في مسلسل الحشاشين، ايوه زيد بن سيحون. وايوه انا لسه متفرج على الحلقه 23، وحرفيا احمد عيد عمل مشهد يستاهل كلنا نقول له شابوه. المهم بقى ان كل الكلام ده عن احمد عيد، امال بقى فين فتحي عبد الوهاب واحمد رزق؟ هقول لك باختصار، احنا عاملين لكل واحد فيهم حلقه كامله موجوده على القناه، فلو ما شفتهاش روح شوفها وتعالى جاوبك على سؤال، ليه دول اكتر ثلاثي مظلوم؟ بص، مظلوم اللي انا اقصدها ان هم فعلا مش واخدين حقهم، وبالتحديد احمد رزق واحمد عيد. تقول لي طب اشمعنى فتحي عبد الوهاب؟ هقول لك يمكن فتحي اكتر واحد فيهم اشتغل على نفسه، علشان كده شفناه كتير في ادوار متنوعه، لكن بقى عيد ورزق فهم كانوا محشورين في حته الكوميديا، والكلام ده من بعد فيلم ثقافه. تقول لي طب ليه ما عملوش زي فتحي وعملوا ادوار متنوعه؟ هقول لك باختصار، لان الاثنين كانوا مميزين اكتر من فتحي. ايوه فتحي كان شخص عادي جدا، لكن الناس كانت شايفه تخن احمد رزق بيجيب ضحك، واللي يثبت لك كده ان اول ما احمد رزق خس معظم اعماله كانت بتفشل، او علشان ما نقولش بتفشل فمعظم اعماله اللي نجحت كان وهو تخين. نروح بقى لاحمد عيد اللي كان عكسه خالص، شاب كان رفيع وتحسه سكران مش معناه في الكوكب، وكل المواصفات دي يطلع منها كوميديا جباره. بس لما احمد حاول واحده واحده يخرج من دور الشخصيه دي، بدا فعلا الاعمال بتاعته تقل كنسبه مشاهده. تقول لي طب احنا عرفنا ان احمد رزق لما بدا يخس بدات الاعمال تقل او المنتجين ما تشتغلش معاه، ليه بقى احمد عيد ما كملش في الافلام اللي المفروض كانت بتنجح في التلفزيون؟ اقول لك باختصار يا صديقي، كل ده يرجع لحياه احمد عيد الشخصيه، ويزود عليهم ان هو كان بيختار بعنايه زي ما قلت لك، ويزود كمان ان المنتجين ما كانوش بيتحمسوا يشتغلوا معاه لانه ما كانش التوب في الايرادات، والايرادات دي اهم حاجه عند المنتج. فايه اللي يخلي المنتج يشتغل مع احمد عيد مع انه ممكن يعمل فيلم مع حلمي او سعد ويجيب له ملايين، او حتى لو جاب وجوه جديده زي علي ربيع هيبقى كسبان؟ فاظن انت فهمت قصدي. وطبعا على الجانب الثاني، فكان فتحي عبد الوهاب مكسر الدنيا بالاعمال اللي عاملها، بس عيد ورزق بيصيبهم الغيره شويه، وبيرجعوا يثبتوا لنا ان هم مش كوميديانات بس، لا دول عتاوله في التراجيدي، وبنشوف عيد ورزق غير اللي احنا نعرفه. اللي يثبت لك اكتر عن كده اخر دور لكل واحد فيهم، يعني عيد ودوره في الحشاشين، او رزق ودوره في بيت الرفاعي. وبرده على الجانب الاخر، ففتحي عبد الوهاب عمل دورين السنه دي جامدين قوي، ولهم نظام الملك في مسلسل الحشاشين، او دوره في مسلسل المداح اللي ايوه انا ما اتفرجتش عليه، بس اؤكد لك ان هو افضل اداء في المسلسل ده، ولو الموسم ده نجح فعلشان فتحي عبد الوهاب فيه. المهم بقى انا عايز اقول لك كلمه حق عن الثلاثه دول، ويا ريت ما حدش يزعل مني. هتقول لي ازعل منك ليه؟ هقول لك للاسف ان الثلاثه دول خلاص استحاله يبقوا نجوم صف اول بعد كده، ولكن في ايديهم خيارين، وبالذات احمد عيد ورزق. الخيار الاول ان هم ما يعملوش حاجه ويفضلوا عايشين بتاريخ اعمالهم القديمه، اما الخيار الثاني ان هم يستمروا في الظهور كادوار ثانيه، يعني ما يفكروش في البطوله، وده مش معناه ان هم فاشلين كبطوله مطلقه، لا بالعكس هم ناجحين فيها على المستوى الفني، اما كايرادات ففي كلام ثاني. وبرده ما تاخدش معنى ادوار ثانيه ان هم حاجه قليله، بالعكس انا افضل ممثل بحبه حاليا اصلا بيعمل ادوار ثانيه دايما، وايوه انا بتكلم على ماجد الكدواني. هتقول لي ما ماجد الكدواني عمل موضوع عائلي وقايم بالبطوله؟ هقول لك قشطه جدا، لو احمد عيد ورزق هيعملوا مسلسل شبه موضوع عائلي فانا متحمس جدا وهينجح قوي، اما بقى لو افلام فصعبه شويتين، ومش معناها لو عملوا افلام بطوله مطلقه انها هتفشل خالص، لا بالعكس ممكن تنجح بعد كده لما تنزل في التلفزيون. لكن فعلا حتى لو نجحت في التلفزيون فخلاص كل واحد فيهم هيكون دخل على 60 وصعب يبقى بطل مطلق دايما. واتمنى تكون وجهه نظري عجبتك، او حتى لو ما عجبتكش فقول لنا وجهه نظرك في الكومنتات، وهحترمها جدا من قبل ما تكتب، لان فعلا انا بحب الثلاثه دول قوي قوي، وشايف ان هم مظلومين جدا. وبس كده، سلام.